بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم هو Analysis of Clocked Sequential Circuits، يعني تحليل الدوائر المتسلسلة المتزامنة، وحنتطرق في بالذات لموضوع اسمه الستيت دياجرام او الستيت. يعني نخش على الستيت دياجرام نفهم شو هو المقصود في عنا بالستيت، ما هو الستيت في السيكوينشال سيركت. الستيت هو الحالة اللي حتكون عنا على المخارج تبعات مين؟ تبعات الدائرة المتسلسلة المتزامنة، فهي values of all flip flops، يعني قيم الفليب فلوبس عندنا. مثلا عندنا الفليب فلوب دي ودي فليب فلوب، دي الأول بعطينا A والدي الثاني بعطينا B، وعندنا كمان output تاني اسمه ال Y. هذه هي عبارة عن إيش؟ عن شو اسمه؟ هذه عبارة عن outputs كلها، لكن المخارج تبعات الدي فليب او الفليب فلوبس بشمال دي واحد اثنين مثلا، هنا هي بسمول ستيت، حاله ايش؟ مخارج الفليب فلوب، لانه هاي الحاله زي ما شايفين بتكون دائما مربوطه بالمداخل من جديد، لانه عندنا قلنا الفليب فلوبس زيها زي اللاتشز عباره عن ايش؟ وحدات تخزين مؤقت للبيانات، وبالتالي بتكون دائما الداخل فيها بدها كامر تغذيه راجعه كامر على الدائره بطريقه او باخرى من مع المداخل، وبالتالي هي بتكون نوع من الذاكره، تمام؟ فالحاله اللي فيها بتكون موجوده على المخارج تبعت الفليب فلوبس، الفليب فلوبس هذه بتكون عباره عن سمول ستيت، وهذا بتاثر في الحاله القادمه. لو قلنا اكس اوف تي بيساوي ايش؟ ايش علاقتها بايش؟ اكس اوف تي زائد واحد، يعني بتاثر عليها، تمام؟ فمثال مثلا في الحاله هذه الاي والبي بتساوي صفر وصفر، فبتكون الحاله عندنا على الاوتبوت تبعت الفليب فلوبس هي صفر صفر، الاثنين ماخذين صفر، في حالتهم الستيت الحاليه للفليب فلوبس صفر صفر. عشان نتعمق في الموضوع اكثر نمشي على السلايد اللي بعديه نفهم كيف نعملها. فعندنا الستيت ايكويشنز، مثلا عندنا فليب فلوب اي وبي، تمام؟ دي واحد دي اثنين، او هذا الاي سميناه وهذا سميناه البي. فالدي اي طبعا ايش بتساوي؟ زي ما شايفين اللي هو الدي اللي هو مدخل الفليب فلوب تبعنا ايش بتساوي؟ هلا عندنا هان ايش؟ اور، يعني زائد، هيها زائد جبناه هنا، والA جبناها من هنا دخلت على AND ضرب، يعني تمام، مضروبة في إيش؟ في الـ X، بطلع A AND X، يعني A ضرب X، تمام تمام، في A ضرب X، يعني بس طبعا كله عنا تزامن sequential و clocked، يعني تزامن، بطلع A of T ضرب إيش؟ هان A of T ضرب X of T، وعنا هان الـ OR نزلناها كزائد، تمام، زائد إيش؟ الـ X كمان مرة ضرب ايش؟ ضرب المخرج اللي هنا جاي بي اوف تي، تمام؟ فبطلع انا بي اوف تي ضرب اكس اوف تي اور اي اوف تي ضرب اكس اوف تي، تمام؟ بطلع المعادله هاي تبعتنا، هاي معادله ايش؟ الدي واحد. اللي بتساوي اصلا لو قلنا شلنا التي بدون تزامن بصير المعادله اي اوف اكس ضرب بي اوف اكس، هذه معادله الدي ايش؟ دي اي الدي الاولى اللي فوق، تمام؟ طب الثانيه اللي هي برضه معادله البي اللي هي طبعا اقول تي وتي زائد واحد عشان التزامن، اقول المرحله الجايه الستيت القادم الستيت تبعت تي زائد واحد لها علاقه في الستيت اوف تي نفسها الحاليه، البريزنت ستيت، البريزنت ستيت الحاله الحاليه بتاثر على الحاله القادمه اللي هي تي اوف زائد واحد، تمام. فالدي اوف بي بس قراءه مباشره من، يعني نفهمها قراءه مباشره من الايش؟ من الدائره، ولما فهمش تحليل الدوائر واشتقاق وفهم المعادلات من الدوائر من الوحدات السابقه ما يعمليش مشكله على الواتساب ويعمل دائما كل شويه سؤال، بيفهم يرجع لقبل ويفهم كيف نفهم نشتق المعادله الجبريه تاعت الجبر البوليني من الدائره المنطقيه المتكامله وعبر عنها بالدوائر بجسمه وعبر عنها بمعادله جبريه عن الدائره طبعا، ويفهم القصة بغير ما يبدي في المشكلة بأسئلة كثيرة، مش لازمة، لازم يفهم المواضيع هذه بترتبط في بعض متسلسلة، بنحكيها مش كل سلايد لحاله بنفهم كله في مجموعه ككله، من أول سلايد لآخر سلايد في المادة مركبة مع بعضه، تمام؟ وبالتالي بنقول هان الدي هذه شو بتساوي؟ بي أند هي هذه أند يعني ضرب إيش؟ إكس، فبقول بي أوف تي ضرب إكس أوف تي، هيها أول واحدة، هي دي 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 بي أوف تي زائد واحد. طيب وليش ضل عندنا الأي؟ اللي هي قصدي وتساوي بالتالي هذا شو هو؟ اي ضرب ايش؟ اكس، تمام، ضرب اي اوف اكس. طبعا الواي هذا مخرج الاوتبوت نعتبره، هذا بيجي عليه بعدين، هو عباره عن ايش؟ انه في عندنا اور وفي عندنا انفرتر وفي عندنا اند اللي هي ضرب، تمام؟ ايش بتساوي؟ حنلاقي عندنا هذا شو جاي الاور من وين جايه؟ الاور هذه جايه من البي، هيها بي اور ايش؟ اي، تمام؟ يعني بي اور اي
بي اوف تي اور اوف يعني بي اوف تي زائد ايش اي اوف تي او اي اوف تي زائد بي اوف تي ضرب ايش ضرب الاكس انفيرتد اكس داش اوف تي، وبالتالي بيكون الاوتبوت هذا اللي هنا عندنا الواي بيساوي اي اوف تي زائد بي اوف تي ضرب اكس اوف تي داش اكس طبعا داش اوف تي وتساوي اي اور بي ضرب اكس داش. تمام اوكي نكمل على الموضوع عشان نفهم كيف نشتق من هذا الكلام كله الستيت دياجرام اللي حنيجي عليه في الاخر، وهذا مهم جدا نفهم كيف بيجي. تابعوا معي خطوه خطوه سلايد ورا سلايد خطوه مرحله مرحله عشان الموضوع هذا مهم جدا، اي سؤال بنحل لغير يكون مفهومه كل خطوات ورا بعض، هذه مش نفط على الموضوع بالنص يعني لازم نفهم من واحده واحده. تمام فبيجي عندنا البريزنت ستيت والنكست ستيت الحاله الحاليه والحاله القادمه، وعندنا الانبوت وعندنا الاوتبوت. تمام عندنا الاكس الانبوت زي ما احنا عارفين هاي نفس الرسمه السابقه بس مصغره اكس اوف تي، وعندنا الواي واي اوف تي كاوتبوت. تمام بدنا نشتق من هالستيت ديجرام، قبل ما نشتق الستيت ديجرام بنعبر عنه بتيبل، نعبي تيبل حلوه زي هذه عندنا مدخلين اللي هم الاي والبي. المدخل هو عباره المخرج هو عباره عن مدخل كاميرا بيرجع رجوع في الايش في الفليب فلوبس. تمام وكيف نطلع القيم اللي عندنا في النكس ستيت بالضبط حذرته مظبوط عن طريق المعادلات الموجوده تحت اشتقناها قبل شويه من ايش؟ اشتقناها قبل شويه من الدائره المتكامله. فبيطلع لنا هان اي اوف تي زائد 1 بيساوي اي اوف اكس زائد بي اوف اكس، والبي اوف تي زائد 1 بيساوي اي داش اكس، والواي اوف تي بيساوي اي زائد بي ضرب اكس داش كله، طبعا كله في داخل بص الاي وبي في داخل الاقواس، زي من المعادلات اللي طلعناها في الاستاذ اللي فات، ما حدش ينسى ويسالني بعدين من وجه المعادله هاي. تمام فبالتالي بنيجي هان على موضوع النكس ستيت وبنعبر عنهم هان. تمام بنقول هان عندنا اي وبي بتساوي صفر والاكس بتساوي صفر، عطينا هان الاي ايش حتكون في القيمه هذه منها بالضبط، عندنا اي ضرب اكس زائد بي ضرب اكس، ايش الاي صفر ضرب اكس صفر، بيطلع الاي بتساوي ايش صفر لانه برضه بي صفر والاكس صفر بيطلع صفر زائد صفر، وبيطلع الجواب عندنا هان ايش صفر. تمام والبي البي اي داش اكس طبعا الاي داش صفر بصير واحد والاكس بتساوي ايه عفوا بصير واحد، وهان الاكس اصلا صفر فبيطلع الجواب عندنا صفر صفر. ها شفتوا كيف صفر صفر، وطبعا الواي نسينا نحسبها الواي بتساوي اي زائد بي ضرب اكس داش اللي هي صفر او صفر بيطلع الجواب صفر، فبيطلع حيطلع من القوسين صفر، ايش ما يجي بعدين حتى كانت الاكس داش عكسناها صارت واحد برضه بيضلوا هان صفر او صفر بيطلع الجواب صفر، بيطلع الجواب هان صفر، بيطلع الجواب عندنا هان اصفار. ناخذ كمان مثال في الحاله الثانيه عندنا الانبوت صار واحد، هنلاقي الجواب صار عندنا بالطريقة هذه، عندنا ايش حيطلع الجواب؟ صفر صفر اللي هو اي اللي هو صفر ضرب الاكس اللي هي واحد بيطلع صفر، وبعدين البي هي بي اللي هي صفر ضرب الواحد بيطلع برضه عندنا صفر، بيطلع الاي صارت صفر زي ما هي. تمام؟ البي البي بتساوي اي داش اللي هي الواحد ضرب الاكس اللي هي واحد، بيطلع الجواب عندنا واحد، الواي طبعا واحد صفر او صفر بيطلع الجواب صفر، والاكس داش صارت اللي واحد صار صفر بيطلع الجواب عندنا ايش في الحالة هذه اللي هي عندنا اللي هي قلنا هذا الايش الواي بتساوي اي زائد بي اللي هو صفر او صفر. تمام عفوا البي البي ها اكس داش هذا اكس داش واي داش الاي داش عندنا هسه ايش بتساوي؟ بتساوي اللي هي صفر معكوسه بتصير واحد، واحد ضرب الواحد وبتساوي عندنا الجواب ايش هان؟ واحد. تمام والواي صفر او صفر بيطلع الجواب صفر ضرب اكس داش صارت صفر وصارت واحد زي ما هي، لانه طلع من هان هو صفر او صفر بيطلع الجواب صفر، صفر ضرب اي شيء بيطلع الجواب عندنا هان صفر. تمام لو كملنا المعادله نفس الاليه بنعوض اي وبي واكس في المعادلات بيطلع عندنا اي بي واي، اي بي واي كل مره بالطريقه نفس الاليه تو حكيتها قبل شويه. تمام نحل اخر واحد عندنا هان واحد واحد عشان برضه ما نفهمش اول مثالين نوضح في اخر مثالين. واحد واحد عوضنا واحد ضرب اكس زائد بي ضرب اكس، عندنا الاي بتساوي واحد والاكس بتساوي صفر بيطلع الجواب هان صفر، طبعا والواحد هان اللي هي البي بتساوي واحد ضرب البي اللي هي الاكس بتساوي صفر بيطلع الجواب عندنا صفر صفر، شفتوا كيف؟ صفر صفر. تمام لكن الواي عندنا اي هان عندنا واحد او واحد يعني الجواب عندنا واحد ضرب الاكس داش اللي كان صفر صفر واحد بيطلع واحد ضرب الواحد صار الجواب عندنا في الواي هان بتساوي واحد. تمام لانه هان عندنا واحد او واحد ضرب صفر داش اللي هي واحد بصير واحد ضرب واحد بيطلع الجواب عندنا واحد. هان واحد او واحد تمام اللي هي عندنا ايش واحد ضرب الواحد زائد واحد ضرب الواحد بيطلع الجواب عندنا ايش يعني واحد واحد او واحد بيطلع الجواب عندنا في الاي بيساوي واحد 100%. البي اكس داش اكس الاكس داش لما عكسنا هاي صاد واحد داش يعني صفر، صفر في واحد بيطلع الجواب عندنا ايش صفر 100%. الواي
الواي يا جماعة سهلة جدا، معروفة انه ها عندنا واحد، الواحد هذا بصير اكس، بصير داش، بصير بنعكس، بصير صفر، لانه اكس داش الواحد صارت ايش صفر، فاضرب الصفر في القوس، ايش مكان في القوس حيكون؟ حيطلع صفر، وان كان عندنا واحد او واحد، لكن هاي صارت واحد برا القوس الاكس داش، فيطلع الجواب عندنا صفر. في الحالة هذه بس نفهم كمان انه عبرنا في الزمن الحالي present time، الحالة الحالية عندنا present state والانبوت، هذا اسمه تي، تمام؟ التايم الحالي. النكست ستيت بسميه الوقت اللاحق، التايم زائد واحد، تي زائد واحد، هذا النكست ستيت في الاوتبوت تبعنا، تمام؟ بيطلع تي زائد واحد، والاوتبوت الحالي المخرج هو بكون ايش؟ البتي بصير عندنا ايش؟ لحظيا عندنا على الاوتبوت، تمام؟ لكن لما نحكي عن الحاله القادمه اللي حنستخدمها كاوتبوت حنستخدمها في المرحله الجايه كبريزنت ستيت، هيكون اسمها نيكس ستيت، تمام؟ فهي عندنا تقسيم نفهم توزيعه. انبوت بريزنت ستيت هو تي، الاوتبوت هو تي، لكن نيكس ستيت دائما هي تي زائد واحد، اللي بيكون بناء على الانبوت والاوتبوت بتطلع عندنا ايش؟ النيكس ستيت هذه اللي هي تي زائد واحد، تمام؟ نفهم هذه او نحفظها او نتذكرها كويس. نيجي على موضوع التيبل، زي ما شايفين انه التيبل حورناها، نفس التيبل هذه نفسها هي اللي تبغى حكينا عنها هان، تمام؟ هذول هذا التيبل حورناها صارت بس زي هيك، اللهم انه بدل ما كان عندنا في التيبل قبل شويه اكس واي جات هان على جنب انبوت اوتبوت، صار شكلهم هيك اكس واكس هان وهان ايش؟ اكس زيرو، فقلنا هاي الاكس اللي انبوت يعني حطيناها مره، كيف حيكون هاي عندنا البريزنت ستيت الحاله الحاليه والنكست ستيت كيف بتاثر لما يكون عندنا الانبوت صفر او الانبوت واحد، وكيف الاوتبوت اللي هو الواي بتاثر لما يكون الانبوت بيساوي صفر او واحد، فغيرها بس شكل التيبل شكلا لكن نفس المحتوى. هاي الحالات الاربعه عندنا صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد، لو عدنا نفس الحسابات نفس المعادلات حيطلع النتائج هي اللي شفناها قبل شويه، اللهم انه التيبل بس زغرت لانه بدل ما نعمل اكس صفر مره الانبوت صفر مره صفر واحد مره صفر مره واحد، عملناها بس ايش؟ بدل ما نعملها سطرين عملناها ايش؟ عمودين، ماشي؟ عمودين بدل سطرين صارت، ها عندنا واي واي واكس اكس واحد وان، تمام؟ وهكذا. عندنا 2 واي وعندنا بس اكس بتساوي صفر واكس بتساوي واحد، برضه عمودين للاوتبوت للنكست ستيت، بدل ما كانت بس عمود واحد النكست ستيت اللي هي اي وبي ومرتين بيطلع الحالة، تمام؟ فهي بتعبر عنها هيك أو بتعبر عنها بالطريقة الثانية، ما حدش يخربط حاله ولا يعمل لحاله مشاكل، تمام؟ نفس الشيء، اللهم بدل ما كان عندنا أسطر زيادة صار عندنا أعمدة زيادة، وعبرنا عن الإكس إنبوت مرة بالزيرو مرة بالواحد في عمودين بدل ما كانوا في سطرين، والها نفس الموضوع، بدل ما كانوا في عمودين صار سطرين، والواي الأوتبوت صار عندنا في حالتين، والإي بي برضه والإي بي صار عمودين بدل ما كان سطرين، تمام؟ نكمل، بيجي هذا كله بدلنا على حاجه ليش بنستخدم عشان حاجه اسمها الستيت دياجرام. عندنا الحال الكرنت ستيت، الحال البريزنت ستيت، الحاله الستيت الحاليه، لما نغير فيها بيطلع عندنا انبوت لاوتبوت، تمام؟ وهنا بيطلع عندنا الاوتبوت المخرج تبعها، اوكي؟ فبيطلع الاوتبوت هو الحاله الثانيه. فمثلا لو قلنا الجدول قبل شويه نفسه جبناه هيو، نفس الاستاذ اللي فات نفسه، تمام؟ جبناه عندنا الحاله الحاليه بريزنت ستيت 0 0، طبعا عندنا ايش الحالة اللي عندنا فيها كم متغير الـ A والـ B، تمام؟ A و B يعني عندنا 2 و 2 أس 2 بيطلع 4، يعني عندنا أربع حالات، مظبوط؟ 0 0 0 1 1 0 1 1، لو عندنا 3 بيطلع 2 أس 3 بيطلع 8 حالات، تمام؟ بيطلع عندنا الـ State Diagram مش أربعة فقط زي هيك 4 0 0 0 1 1 0 1 1، بيطلع 0 0 0 0 0 1 بيطلع عندنا صار عندنا 1 1 1 ل 7، يعني بيطلع عندنا 8 حالات لما كان لو كان في الاوتبوت 3. احنا نكتفي باثنين عشان الامثله والفهم، واحنا مش نفهم مش بس انه نتحدى بعض في الاسئله والحلول، تمام؟ فالمفروض بس نفهم احنا الاوتبوت حكون عندنا واحد او اثنين، يعني فهمتوا كيف؟ واحد او اثنين وغالبا هكون في بس انه بيطلع عندنا اربع حالات، تمام؟ نكمل، في عندنا اربع حالات ستيت، البريزنت ستيت اللي هم الاربع حالات حكون بس الاوتبوت على الاي والبي حكون بس 0 0 0 1 1 0 1 1، بنعبر كيف حناخذ النكست ستيت، يعني كيف هذا الصفر صفر حينقلنا على الصفر صفر كمان مره رجعنا مطرح ما كنا، ولا حودينا على الحاله الثانيه صفر واحد نكست ستيت تكون بناء على ايش؟ صح، بناء على ايش؟ الانبوت، الانبوت اللي هو الاكس والايش؟ الاكس تبعنا اكس صفر او واحد في الحاله هاي طبعا طبعا، تمام؟ فبنبدا من عند الصفر صفر اول حاله، نيجي لما نعطي للصفر صفر اكس بتساوي صفر، وين حيعمل؟ هيعمل سهم ويرجع حاله على الصفر صفر، شفتوا كيف؟
فيان 0-0 هي اعطينا الصفر، اعطينا الصفر عمل سهم ايش ورجع على نفس الحاله اللي هي 0-0. في الحاله هذه كان عندنا الواي بتساوي قديش يا جماعه؟ 0. فعندنا الانبوت 0 الاوتبوت 0 تمام، الواي واخذ من حاله ورجع على حاله كمان مره لانه عندنا الانبوت ما اثرش في تغيير الحاله، فاصبحت النكست ستيت هي نفس البريزنت ستيت. طب في الحاله لما كان الانبوت بيساوي 1 الاكس ايش عملنا؟ ايوه بالضبط، انتقلنا من الصفر صفر الى الستيت الثاني صار صفر واحد بالضبط، فعملنا هان صفر واحد ستيت، ادخال الاكس عندنا هو واحد، نقلنا على صفر واحد، والاوتبوت هان ايش صار باله؟ برضه ضلوا صفر، فكان الواحد ودانا على صفر واحد، وكان الاوتبوت تبعنا الواي بتساوي ايش؟ صفر. طيب لما وصلنا الحاله قلت شو هو الحاله صفر واحد؟ هاي الصفر واحد 100% الصفر واحد ادينا له صفر ايش عمل؟ رجع كمان مره على الصفر صفر، اذا بتلاقيه هان مع الصفر رجع كمان مره على الحاله الاولى صفر صفر، والاوتبوت تبعه شو صار؟ واحد عند الاكس صفر، طلع لنا رجع لنا ايش؟ بيساوي واحد، هذا الستيت دياجرام 100%. نيجي على الحاله الثانيه لما ادينا له ايش؟ الاكس بتساوي واحد، لما ادينا له اكس بتساوي واحد وين راح الصفر واحد؟ راح على الاكس ستيت واحد واحد، اذا بيلزمنا نعمل كمان دويره ونكتب فيها واحد واحد وسهم بنقولنا عليها لما كان اكس بتساوي واحد، والاوتبوت في الحاله هذه كان شو عندنا؟ بيساوي صفر، تمام مظبوط. هاي واحد واحد عندنا السهم الانبوت بيساوي واحد، الاوتبوت صار طلع صفر كمان مره، لكن ايش عملنا ترانزيشن على الحاله الثانيه نكست ستيت اللي هي واحد واحد. اذا وصلنا هلا عندي ايش الواحد واحد، نيجي على الواحد واحد، الواحد واحد لما ادينا له صفر على الاكس ايش عمل؟ رجعنا كمان مره على الصفر صفر، بنبقى هان بدنا سهم هيك ودينا مباشره ونقول له انبوت بيساوي صفر، وفي الحاله هذه بكون الاوتبوت عندنا بتساوي ايش؟ بيساوي ايش؟ واحد 100%. نيجي هان تمام شفتوا كيف عدل صفر انبوت اوتبوت واحد ورجعنا كمان مره على الحاله الاولى اللي هي صفر صفر. طب لما ادينا هان للواحد واحد الانبوت بيساوي واحد وين ودانا؟ ودانا على الواحد صفر، في عندنا هان واحد صفر؟ لا في شيء، اذا بنحط الحاله الرابعه هنا اللي بنسميها احنا ايش؟ واحد صفر 100%. هاي واحد صفر الانبوت ادينا له هان اكس بتساوي واحد، واصبح الاوتبوت عندنا بتساوي شو في الحاله هذه لما كان واحد هان الاكس بتساوي واحد الاوتبوت بتساوي ايش؟ صفر تمام. كم وصلنا للحاله الرابعه اللي هي واحد ايش؟ صفر، هاي الواحد صفر ادينا له صفر وين ودانا؟ رجعنا على الصفر صفر، ايوه رجعنا وين على الصفر صفر حسب التيبل تمام 100%. ادينا له هان واحد، ادينا له واحد هان ودينا على الواحد صفر، رجعنا مطرح مكان مضبوط يعني هو صرنا الحل بطريقه او باخرى. عند الواحد رجعنا مطرح ما كنا واحد صفر مظبوط، لكن لما ادينا له صفر رجع على صفر صفر. طيب جميل جدا نكمل. فالاوتبوت طبعا هان الانبوت عندنا واحد والاوتبوت عندنا بتساوي ايش عندنا في الحاله هذه اللي هو ايش؟ اللي هو كمان مره هيو صفر 100%. نيجي على بعديها زي ما قلنا قبل شوي شرحنا انه ادينا له صفر رجعنا كمان مره على صفر صفر، ولما اخذ الانبوت بيساوي صفر كان عندنا الاوتبوت بتساوي ايش؟ واحد 100% صفر واحد. هيك هذا بسموه اسمه الستيت دياجرام، يرجى فهمه واستنباطه وفهم كيف بتستخرجه عشان مهم جدا لحل اي سؤال من هالنوع تمام جدا. اوكي نكمل على البعدين، ناخذ المثال بعد اللي هو على الدي فليب فلوب كمثال. الدي فليب فلوب هذه عندنا مثلا اكس واي اكس اور، اكس اور مين الاي، هاي المعادله تمام على الدي فليب فلوب، وعندنا الكلوك تريجرد اللي هو بيتحكم فيه بتحكم زمني اللي هي بوزيتيف ايدج زي ما شايفين، مش انها فيش انها انفرتر في على البدايه، وهاي ايش الرسمه اشتقاق المعادله الاي اوف تي زائد واحد اللي هي تحت الدي اللي هي دي اي اللي هي الحاله القادمه يعني الدي اي بتساوي ايش؟ اي اكس اور اكس اكس اور واي، هي نفس قراناها عدل من الرسمه ما تفلسفناش زياده عن اللزوم ماشي. اوكي نيجي نعمل ايش؟ طبعا في الاكس اور كيف معادلتها؟ عندما تختلف يعني يختلف واحد مع باقي المداخيل بيطلع الجواب عندنا ايش؟ في الحاله هذه واحد، غير هيك بيطلع اصفار تمام؟ تتشابه المدخلات بيطلع الجواب صفر، تختلف المداخيل بيطلع الجواب عندنا واحد، طبعا لازم يكون عندنا ايش؟ اختلاف في واحد فقط. هنلاقي عندنا هان كلها متشابهه، وبالتالي من الطبيعي ان يكون عندنا الاي ايش بيساوي ماله؟ الاي ايش بيساوي هان؟ الدي اي يعني اللي هو الاوتبوت النكست ستيت اللي هو الدي اي نكست ستيت الاي هان مسمينها على اي اللي هي اي اوف تي زائد واحد اللي هي الدي اي دير بالكم يعني.
بتساوي صفر كلهم متشابهات. نيجي على البعديها، في اختلاف عن واحد، اذا بيطلع الجواب عندنا واحد اكس اور. مش حعيد معادلات الاكس اور كيف كانت على الشابتر الثاني، تمام، ولا الشابتر الاول كمان. بدنا نهان على السريع نمشي في الموضوع، بس نفهم المعادله بتطلع لنا باختلاف بيطلع لنا الجواب واحد في الاكس اور. هاي كم مره عندنا واحد مختلف يطلع الجواب واحد، عندنا هاي اثنين متشابهات صفر هيطلع الجواب شو هو؟ طبعا صفر. وحيطلع هان عندنا صفر صفر وواحد هيطلع الجواب عندنا طبعا واحد. وهنا عندنا واحد صفر واحد هيطلع الجواب عندنا كم مره؟ صفر طبعا. وهنا عندنا صفر واحد واحد يعني في اثنين متشابهات صفر يطلع الجواب صفر، واخر واحد هيطلع عندنا كله متشابهات يعني هيطلع الجواب كم مره؟ صفر. وحيطلع عندنا هاي بالضبط اكس اور، لانه اكس واحد هذا بيطلع الجواب صفر او واحد بيطلع الجواب واحد 100%. ليش لانه واحد هاد؟ لانه هان واحد اكس اور واحد بيطلع الجواب صفر، مع واحد اكس اور صفر في اختلاف صرف في على الثانيه بيطلع الجواب عندنا ايش؟ واحد. طبعا هذه ممكن تتابعوها لحالكم. هاي عندنا التيبل الان، التيبل هذا زي ما شايفين عندنا بس بريزنت ستيت وانبوت ونكست ستيت، فيش عندنا اوتبوت، فبالتالي موضوع انه يبقى عندنا شحطه واكس واي وكذا زي قبل بلزمش، تمام؟ في الـ في الـ في الـ في ايش؟ في الستيت دياجرام، بس عندنا الانبوت والبريزنت ونكست ستيت. وعندنا زي ما شايفين عندنا ايش؟ بس عندنا ايش؟ اوتبوت واحد. لما يكون عندنا واحد حيطلع عندنا كم حاله؟ كم ستيت يعني؟ مين قال؟ بالضبط اثنين، لانه عندنا اثنين اللي هو ايش؟ اثنين اس واحد، تمام؟ اثنين اس واحد بيطلع حالتين صفر او واحد، صفر او واحد، بيطلعش غيره، مش على صفر صفر وصفر واحد وواحد صفر، لما يكون زي كونهم حالتين على المخرج زي المثال السابق، المثال بس في عندنا اي، والاي هي حاله واحده. بياخذ يا صفر يعني في مكان واحد، يا بياخذ صفر يا بياخذ واحد، تمام؟ بياخذ حالتين يعني فقط، فعندنا الصفر يا الواحد، اوكي، هقل الصفر تمام؟ حيروح على الحاله نكست ستيت اللي هي ايش؟ يا اما صفر يا اما حيروح على الواحد 100%. لما ندخل له هان ايش؟ ندخل له هان الانبوت صفر صفر، وين حيروح؟ متى يعني الصفر هذا متى حيضل حيرجع حاله على الصفر؟ في حالتين، تمام؟ في الحاله هذه وهان شايفين له كيف؟ تمام، هان بدي يبدو لازم نسين نعمل عملية تمييز هاي الحالة هذه، وهاي الحالة ايش الثانية؟ البريزنت ستيت نفسه النكست ستيت اللي بيطلع على الجواب على الصفر. في الحالة الأولى انه بيطلع عندنا فيها الجواب بيطلع عندنا ايش؟ عندنا هيو صفر صفر واحد واحد، لما الانبوت كان صفر صفر هيو رجع كمان مرة على الصفر، ولما الانبوت كان واحد واحد رجع كمان مرة على الصفر، تمام؟ فهذه الفاصلة تخرطوش بينها وبين مين؟ بين الشحطة السلاش اللي كانت في المثال السابق، هذا السلاش اللي هو انبوت اوتبوت، تمام؟ هذه مش نفس الفاصلة اللي بنحكي عنها هالجيت، في عندنا هان فاصلة، تمام؟ بسرعة المثال اي شايفين في فاصلة شايفينها؟ هاي الفاصلة تختلف اختلافا تاما عن الشحطة قبل شوية، تمام؟ هذا التنتين اللي هم هذول التنتين بيعبروا عن الانبوت، الصفر صفر او الواحد واحد على الانبوت حيرجعونا على الصفر مطرح ما كنا 100%. نيجي على ايش الحاله الثانيه؟ انه حيطلع من الصفر على الواحد، ما حيطلع من الصفر على الواحد من عندنا من هي عندنا ايش حاله، وعندنا هان كمان حاله، تمام وتمام تمام مظبوط. يعني في الحاله هذه حيطلع الواحد لما يكون عندنا في الانبوت صفر واحد او واحد صفر، ها قلبنا على الواحد صفر واحد او ايش؟ صفر واحد او ايش؟ واحد صفر. وصلنا الحالة الثانية هي عبارة عن الواحد، هيها واحد. الواحد متى حيرجع حاله عند الواحد؟ في الحالات التالية. حيطلع في الحالات ايش؟ التالية، انه هو هان عنده وهان، تمام؟ يعني في حالة انه ياخذ صفر صفر حيرجع حاله، واحد واحد حيرجع لحاله نفس الستيت، حتكون البريزنت ستيت نفس النكست ستيت. إذا عندنا 0 0 و 1 1 100%. هاي الاستيتجرام كملنا فيه تقريبا أغلبه، ضايل هالقد شو عندنا آخر حالة إنه هو حيرجع كم مرة؟ حيرجع رجوع من الواحد حيرجع على الصفر، تمام؟ الستيت الإي يعني حيرجع من الواحد على الصفر، تمام؟ أوكي، فمتى حيرجع هذا من الواحد على الصفر؟ لما يكون عندنا على المدخل 0 1 أو 1 0 وهكذا 0 1 أو 1 0، تمام؟ وهيك تمت العملية إيش؟ انه في عندنا عمليا تمت عمليه وهي باللونها نفس اللون تبع الواحد، وهي لوناها بالموف زي اللون الصفر مثلا رجع الصفر، وكل واحد حسب لونها لوناها عشان نفهم كيف حاله الانتقال ونفهم الفاصله هذه. فهمتوا الستيت ديجرام كيف مشى؟ انه الانبوت باسرع كيف طلع الحاله الثانيه نكست ستيت 100%. نمشي كمان مثال لقدام خطوه زياده،
هنطبق الموضوع هذا عمين على الجي كي فليب فلوبس. الجي كي طبعا عندنا اثنين، والاثنين عندهم هان ايش اي وبي، مش واحد زي قبل شوية تبع الدي، عندنا اثنين فليب فلوبس، فعندنا اثنين اوتبوت. لما يكون عندنا اثنين اوتبوت بتاعت الفليب فلوبس، يعني اثنين فليب فلوبس اي وبي، حيطلع لنا كم ستيت في الستيت دياجرام؟ ايوه بالضبط، 2 اس 2 يعني 4، 0 0 0 1 1 0 1 1 100%. نكمل المثال، المثال بنطلع ايش؟ بدنا نطلع بنشتق من الرسمه المتغيرات، ما هي الجي؟ نفهم شو هذا الجي، نغير الالوان احسن عشان يصير ربما اوضح القصه. هذا الجي، وعندنا هان الاي، وعندنا هان الكي، وعندنا هان كمان جي، وعندنا هان كمان كي، بدنا نشتقه بالاثنين. عندنا الجي اي اللي هو الاولاني، هذا الجي اي بنطلعه. الجي اي ايش بيساوي؟ امشي مع الخط يا ولد، امشي امشي امشي، راح لقيناه ايش بيساوي؟ البي، تمام. اذا الجي اي بتساوي البي. طيب نيجي على الكي اي اللي هي هذه، الكي يمشي مع الخط بنلاقيه بيساوي ايش؟ اكس انفيرتد، لها اكس انفيرتد اند مين البي. هاي كمان مره جاي البي عليه، اكس انفيرتد ضرب البي، طلعنا ايش؟ المتغيرين الاي الجي والكي تاعت الاي. هكذا طلع كمان مين؟ الجي والكي تحت البي، 100% شباب، 100% تمام. جي جي بي لهذه زائد ايش؟ بيساوي كي داش، 100%. اخذنا طبعا لقينا هان عندنا الجي بي اللي هذه ايش مالها؟ بتساوي اكس انفيرتد، ها 100%، ها اكس انفيرتد اجت على الاي، تمام. هي اكس انفيرتد اجت على الجي بي 100%، هذه هي المقصود فيها. اوكي نيجي على هذا الجي بي طبعا، والكي بي ايش بتساوي؟ هاي في عندنا هان اكس اور، تمام. هاي الاكس اور جاي من وين؟ جايه الاكس اور من الاي، هاي الاي جاي عليها اكس اور، اي اكس اور، اي اكس اور مين؟ اكس عدل، اي اكس اور اكس عدل، تمام. هاي فصار عندنا المعادله كي بي بتساوي اي اكس اور اكس، تمام تمام. هيك طلعنا المتغيرات الاساسيه. ضل عندنا كمان ايش نعرف اللي هو ايش؟ لازم نعرف ايش معادله النكست ستيت تبعت مين؟ الفليب فلوبس تبعت الاي اوف تي زائد واحد، وتبعت الفليب فلوبس الجي كي فليب فلوبس عفوا. وزي ما بنتذكر من اول المحاضره، من المحاضره المسجله الماضيه بنحكي عن معادلات الفليب فلوبس، مزبوط؟ طب تمام، ايش معادله الفليب فلوبس تبعت الاي اوف تي زائد واحد؟ بتساوي جي اي كيو اي زائد كي اي داش ضرب كيو ضرب كيو اي، تمام. بنعوض عنها طبعا من هذه المعادلات اللي بنحفظها نعرفها نتذكرها نعرف كيف تنحل، تمام، ضروري جدا نعرفها عشان نحل السؤال. بنعوض عن هاي المتغيرات الجي اي والكيو اي والكي اي والكي اي بوين؟ من فوق. هاي عندنا هاي الجي اي طلعناها، الجي اي ايش بتساوي؟ بي، والكي اي ايش بتساوي؟ بي اكس داش، مزبوط. فبدنا نعوض عنهم في المعادلات، بيطلع عندنا هذا بعد التعويض المعادله بتطلع بتساوي اي داش A' داش B زائد هي B النهان مع الجي، تمام. والكيو A الكيو داش اللي هي ايش كانت؟ زائد K K A داش Q A، تمام، زائد A B داش زائد A X، تمام. اوكي هلقيتها. نيجي على موضوع المعادلة الثانية ال B of T زائد واحد، نفس الموضوع، معادلة الرئيسية تبعت مين؟ تحت الجي كي فليب فلوب. هنلاقي جي بي كيو اي بي داش زائد كي بي داش كيو بي، عوض حيطلع عندنا المعادله انه نعوض هاي المحل الكي بي والكي اي، تمام، عوضهم هان، تمام، الكي بي والكي اي، الكي بي هم بناخذها اللي هي الاكس اور ضرب كيو بي، تمام، والجي بي اللي هي هذه، تمام. طبعا نتذكر المقصود في الكيو اي اللي هي هاي، هاي الكيو، تمام، مش حد يخربط يقول له شو الكيو من جابها، احنا عوضنا هي بي بتصير، تمام تمام، كيو اللي هي عن اي، تمام، وهان الكيو هي البي، تمام. فلما هو هان بي وقول هان اي هي مقصود مقصود فيها الكيو، هذه كيو اي، ما حدش يقول لي بعدين ما حكيناهاش في المحاضره ونلاقي رساله على الواتساب كيف جت المعادله. هذه معادله الفليب فلوب الجي كي بتكون مفهومه، ولما نحكي عن الكيو اي والكيو بي بنحكي عن المخرج نفسه البي، تمام، والاي كان، تمام. فعوضنا هان وفكينا موضوع الاكس اور تبعت الايش اللي هو الكي بي، كيف كان الاكس اور، وحطيناها تحت الداش عادي مورجان، حللنا المعادله، دخلنا البي جوا، صار فكينا المعادله طلعت بالشكل هذا، تمام. اذا فكينا الاكس اور والداش وعادي مورجان حللناها، دخلنا كيو بي اللي هي البي في داخل الجو، صارت عندنا اي بي اكس زائد اي داش بي اكس، تمام،
وهذا الكيو بي اللي هي بي ضرب ايش جي بي اللي هي جي بي عندنا بتساوي اكس داش، بيطلع لنا بي ضرب اكس داش. زي ما كانت هاني عندنا ايش اي داش ضرب البي اللي هي هذه، تمام اللي هان تمام، يعني هذه اي داش ضرب البي. من وين جايه؟ جايه من هاني كيو اي تبعتنا اللي هي عباره عن ايش اللي هي ايش اللي هي كمان كان عباره عن الاي، هي نزلناها اي تمام، والجي اي بتساوي البي، فانا اي داش ضرب البي لانه هاني كيو اي داش صارت اي داش، والجي اي اخذناها من اول بتساوي بي ضرب البي تمام. نفس القصه عدناها تحت، صار عندنا الاكس داش ضرب البي داش اللي هي كيو بي داش اللي هي بي داش، والجي بي بتساوي اكس داش، زائد هذا المقطع فكينا اكس اور تمام، فكينا الاكس اور وحطيناه كله انفيرتد، حللناه اعطي مورجان، صار عندنا قوسين بدل الضرب ضرب جات جمع وضربناها جوا، دخلت عندنا الكي بي اللي هي كانت بتساوي اللي دخلت عندنا جوا عفوا الكيو بي اللي هي البي على القوسين، صار عندنا اي بي اكس زائد اي داش بي اكس داش تمام. بديش انا افصل اكثر من هيك واحلها، اللي بده هذه يفهمها يحلها كمان مره ورجعها حل خارجي، بس هذه المعادله اللي فهمها انه عوضنا الاكس اور هان وحليناها على دي مورجان، في عندنا داش على ايش؟ على كي دا على هان عندنا داش على الكي داش بقى على الكي بي داش تمام؟ اوكي فنكمل المثال. طلعنا التيبل عندنا البريزنت ستيت نكست ستيت والفليب فلوب ايش انبوتس، الانبوتس عندنا طبعا هو هان ايش هو؟ الايش؟ الجي والكي، والجي والكي لها معادلات، هي الجي وهي الكي تمام؟ جي اي جي بي كي اي كي بي، هي المعادلات تبعتنا. اوكي نيجي 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 هان على موضوعنا، هذول هم مهمين جدا بدخل فيهم كلهم بلون اصفر عشان لما كمان شويه نعوض في التيبل قد تكون الامور لها حاجه ضروره ولازمه. اوكي فنيجي هان هنلاقي نعوض من هان في المعادلات، عندنا الكرنت ستيت او البريزنت ستيت اي بي بتساوي صفر صفر، عندنا الانبوت الاول صفر والانبوت الثاني زي العاده ايش اخذنا مره صفر واخذنا مره واحد الانبوت تمام. كيف النكست ستيت كيف هنعوض عنها؟ هنلاقي عندنا ال A وال B اللي هي 0 0 والنكست ستيت اللي هي ال B تمام تمام. هنيجي نعوض هنلاقي عندنا ايش ال G وال G A وال K A، عوض من هنا اخذنا ال G A بتساوي ايش قلنا ال B 0 وال K A بتساوي ال B ضرب X داش، ايش مكان 0 في ضرب 0 بيطلع الجواب 0 تمام. صار برضه هان ال K A بتساوي 0، وصار عندنا ال G B اللي X داش اللي هي بتساوي 1 تمام، هي 1 لانه هان عكسنا ال X داش صفر صارت واحد، لأن الإكس عندها صارت إيش؟ صفر صارت واحد، 100% صفر عكسناها صارت واحد هنا، والثانية اللي هي كي بي اللي هي إيه إكس أور سي والتنتين صفر صفر، فبيطلع بيطلع الجواب عندنا صفر إنه إيش؟ صفر إكس أور صفر، تمام؟ بيطلع الجواب عندنا صفر، فبكون عندنا النكست ستيت بناء على ذلك لما نعوض في المعادلة تحت اللي هو إي أوف تي زائد واحد بي أوف تي زائد واحد، عوضناها في المعادلتين هذولا بيطلع عندنا الجواب صفر وواحد، تمام؟ اللي مش مصدق عيد الحل ورايا وبلاقي يعني انه بيطلع الجواب على حساب المعادلتين اي اوف تي زائد واحد بي زائد بيساوي بي صفر وواحد. المثال اللي بعديه هنلاقي عندنا نفس الموضوع، هنلاقي عندنا ايش الاي والبي صفر صفر والاكس بتساوي صفر، هنعوض الجي اي بتساوي ايش؟ الجي اي بتساوي صفر، هتصير ضل صفر، والكي اي بتساوي بي ضرب اكس داش، ايش البي عندنا؟ البي بتساوي عندنا صفر، ضرب اكس ضرب صفر بيطلع الجواب برضه عندنا ايش؟ صفر، تمام. نيجي على الايش الجي بي والكي بي، الجي بي بتساوي اكس داش، الاكس عندنا صفر بصير صفر لانه بعكس اكس عندنا واحد عفوا بصير اكس داش بصير صفر تمام. طيب والكي بي بتساوي اي اكس اور ايش اكس اور اكس اي اكس اي اكس اور اكس سوري، فلما عندنا اي اكس الاكس عندنا بتساوي واحد لكن الاي بتساوي صفر، اذا صفر اكس اور واحد عارفين بيطلع الجواب اختلفت المداخيل فبيطلع الجواب عندنا ايش بيساوي؟ واحد 100%، فلانه اختلفت المداخيل بيطلع الجواب عندنا ايش؟ واحد، وهكذا. اذا بناء على هذا بنعوض الجي اي والكي اي والجي بي والكي بي في المعادلتين المعروفات تحت عندنا تحت النكست ستيت وبتطلع عندنا ايش الناتج تبع ايش؟ الاي اوف بي اوف زائد واحد والبي اوف تي زائد واحد تمام، بيطلع الجواب عندنا صفر صفر. بنكرر العمليه معهم كلهم وكل مره بنطلع قيمه اول حاجه الجي اي والكي اي والجي بي والكي بي عشان نطلع عشان لما نطلعهم بعدين بنطلع النكست ستيت. طلعناهم هان نفس القصه جبناهم بالتعويض والمعادله المعروفه هذه اللي لازم نعرفها ونفهمها ونتذكرها دائما بناء على انه نشتقها من الايش؟ من الرسمه ثم نعوض عنها ثم نستخرج المعادلات ونشتق
تحليل الدائرة اللي جسمه في المحاضرة الماضية بتاعت الشابتر الرابع كان مهم جدا عشان نفهم السابق واللاحق يعني، فمهم جدا نفهم محاضرة ايش تحت الفصل الرابع اللي كان في تحليل الدوائر الالكترونية واشتقاق المعادلة الجبرية تحت الجبر البولين تبعتها الفانكشن عشان نعوضها في التيبلز، لانه هذا كله مبني على بعضه تمام. واللي مش فاهم الموضوع هذا لو سمحتوا جدا يراجعها يفهمها كويس، لانه مهم جدا لحل اي مسألة ولازم نشرح الموضوع هذا شرب تمام. بالتعويض في الـ A والـ B والـ X في المعادلات اللي فوق هذه بتطلع قيم الجي والـ A والـ K والـ G B والـ K B، وبعدين بنعوض المعادلتين A of T زائد 1 و B of T زائد 1 بطلع الـ X state. فبالتالي بنتني عنا الجدول، واعتبروها كنشاط ذهني في البيت عشان تفهموه وتدربوا الامتحان كويس في فهم حل مسائل زي هيك تمام. اوكي نيجي هيك خلصنا التيبل كله بناء على ايش؟ نحل كم يمكن السؤال الاخير ان الجي اي والكي اي اللي عندنا بكون الانبوت بيساوي 1 وايش والاي والبي، ايش حكون عندنا الجي اي؟ الجي اي بتساوي بي، البي عندنا بتساوي 1 هاي الواحد، وعندنا الكي اي بتساوي بي اكس داش، ايش البي عندنا بتساوي 1 والاكس داش بتساوي 0، حيطلع الجواب عندنا ايش؟ 1 ضرب اكس 0 1 داش يعني 1 ضرب 0 بيطلع الجواب 0. الكي بي بيساوي الجي بي بيساوي اكس داش يعني اكس داش يعني ايش؟ 1 1 داش يعني 0 تمام. هذا الجي بي والكي بي اي اكس اور اكس يعني ايش؟ اثنين متساويين اي الواحد اكس اور واحد اثنين المدخلين المتشابهين، وبالتالي بيطلع الجواب عندنا صفر تمام. عوضنا هذول في المعادلات اي اوف تي زائد واحد هان اي داش بي زائد كذا، هذا سهل تعويض مباشر يعني حيطلع الجواب عندنا واحد واحد تمام للاي والبي في النكست ستيت تمام. هيك استخرجنا التيبل تمام، وهذه المرحله الرقم سي في ايش في المساله او رقم دي. الخطوه الجايه في حل المساله بتكون طبعا بالضبط نطلع الستيت دياجرام، نطلع الستيت دياجرام من التيبل. فعندنا طبعا احنا قلنا تو اوتبوتس اللي هم الاي والبي تمام. فعندنا تو اوتبوتس عندنا اربع حالات 0 0 0 1 1 1 و 0 1 0 تمام. اول حاله اللي فيها طبعا من فوق اللي هي 0 0 عندنا 0 0 0 0 هذا حيودينا على ايش؟ يا مع 0 1 يا اما على ايش؟ على الواحد صفر. لما كان عندنا الانبوت بتساوي صفر ودانا على ايش؟ على الحاله الثانيه صفر واحد، لما كان الانبوت بتساوي واحد رجعنا مطرح ما كنا، تمام؟ فبالتالي بدنا نعملها نسهم هيك ونحط عليه انبوت واحد ورجعنا على الصفر صفر، وبكون ايش عندنا في الحاله هذه؟ انه احنا طلعنا على من نفس المكان ورجعنا عليه، ولما يكون عندنا الانبوت بتساوي صفر حودينا على الحاله الثانيه هي صفر ايش؟ واحد، تمام؟ هاي عندنا واحد تمام، وعندنا هان ايش؟ ال 0 0 1. طبعا ملاحظين هان فيش عندنا واي اللي بنسميها اوتبوت نهائي من المعادله زي اول مثال، فيش عندنا واي زي اول مثال، وبالتالي فيش عندنا اوتبوت، فيش نحطها شحطه مش نحطها ايش زي قبل شويه شحطه ونكتب هان اوتبوت، ايش بده يكون؟ لانه فيش عندنا هان واي اوتبوت، عندنا بس الحالات الحاليه للجي جي كي والجي جي كي اي والجي بي كي بي اللي هن تاعت الفليب فلوبس، وهذا بيلعبوش دور بالنسبه لنا في الحاله هذه كاوتبوت نهائي تمام. احنا بهمنا الان الانبوت اللي بيغير عمال في ايش؟ في الحاله من الحاله الحاليه للحاله اللي بعديها. فطبعا الواحد حرجعنا مطرح ما كنا، والصفر ايش هيعمل فينا يا جماعه؟ حيودينا على الصفر واحد زي ما هو متبل واضح تمام. طيب وصلنا الان للصفر واحد، صفر واحد لما ناخذ صفر حيودينا وين؟ على الواحد واحد صحيح، حيودينا على الواحد واحد، اوكي اخذنا على الواحد واحد لما اخذنا صفر 100%، ولما جاء عندنا واحد ودنا وين؟ على الواحد صفر، حنعمل هان تيبل جديد اللي هو يسموه قصدي دائره جديده او ستيت جديد يسموه الواحد صفر، عملنا هان واحد صفر وعن الواحد ودانا عليه 100%. نجي الان هيسر لنا كل الحالات متوفره، نجي على حاله ايش؟ الحاله انه عندنا الواحد صفر، الواحد صفر اخذ صفر وين ودانا؟ على الواحد واحد 100%. ها طبعا هو لما بيعمل عكس في المثال عند الواحد هيو رجعنا كمان مره على الواحد صفر نفس المكان محلك سير قدامنا تمام. لكن لما اخذنا الحاله اللي هو الصفر هاي اللي بعلم عليها الان هذه ودانا على ايش؟ على الواحد واحد زي ما حشوف كمان شوي. ها شفتوا عند الصفر رجع على الواحد واحد تمام. هاي تجي على الواحد واحد لما اخذ الصفر ايش عمل؟ ودانا على الصفر صفر يعني رجعنا هان، ولما اخذ الواحد رجعنا مطرح صفر، فغالبا حناخذ في اول واحد ورجعنا مطرح ما كنا على الواحد واحد، ولما كان الانبوت عندنا بيساوي صفر ودانا كمان مره رجعنا على ايش؟ الحاله الاولى اللي هي صفر صفر تمام. هيك اشتقينا ايش؟ الستيت دياجرام تبع مين؟ الستيت دياجرام تبع هذا
تبع الدائره تبعتنا هستكون شو السيركت هذه، الكلوك سيركت تبعتنا هذه اشتقيناها من التيبل، بعد ما عوضنا واستنتجنا المعادلات وعوضناهم مظبوط واستنتجنا وطلعنا التيبل، وبعدين بعد التيبل طلع الستيتس والنكس ستيت وعملنا الستيت دياجرام، تمام؟ دياجرام الحاله بسموه ستيت دياجرام، تمام؟ هيك ان شاء الله بكون الموضوع تم اللم فيه من جميع جوانبه، كيف نحلل الفلوب فلوب ونطلع منه البيانات تبعته والمعادلات في اطار دائره سيكونشال سيركت كلوك سيكونشال سيركت، نطلع منها الستيت دياجرام ونفهمها. بيجي عندنا هان مثال على التي فلوب فلوبس طبعا كمثال اخر، وطبعا التي فلوب زي ما عارفين في ان التي فلوب له ايش؟ له اوتبوت، هيو له اوتبوت، وله كمان عندنا هان ايش؟ اللي هو الانبوت، تمام. وعندنا في عنده طبعا الاي والبي، تمام. بنشوف عندنا ايش بده منا، عندنا التي اي لانه التي اي بيطلع على المدخل تبعه هنا، وعندنا التي بي بدنا نشوف التي اي والتي بي كيف بيجوا نفهمها. التي اي يا جماعه واضح، اخذنا نغير اللون عشان ربما يكون بصير اوضح، اذا بصير اوضح مش عارف. هاي اخذنا التي وين من هان، شفتوا كيف؟ اوب 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 اند الاكس بيطلع التي اي. طب وهذا الثاني هذا جاي عدل زي السلام عليكم الاكس على التي، بيطلع التي اي بيساوي بي اند اكس، يعني بي ضرب اكس، والتي بتساوي ايش؟ اكس عدل، فيش فيها ضرب ولا قسمه، تمام؟ 100%. فهذا اول معادلات تي اي والبي ايش والتي بي، تمام. جبنا بدا المعادله النهائيه الواي اللي هي الواي، الواي نجيب لها لونتين عشان تبين، بين اختفت لما نحاول نوضحها. اوكي الواي هاي، الواي هاي ايش معادلتها؟ هي الاي اللي هي الكيو اللي هي ضرب مين؟ البي، اي اند بي، هاي الواي، تمام. وعن هاي الكلوك ريسبت هذا كله مش ضروري. للمعادله تبعت التي فليب فلوب، تي فليب فلوب ايش المعادله تبعته؟ التي وبتساوي هاي اللي هي الاي بتساوي ايش؟ تي اي كيو اي زائد تي اي داش كيو اي، تمام. بتعوض على المعادلات هذه الكيو اي اللي هي عباره عن ايش؟ عن الاي، والكيو اي عباره عن الاي، اوكي. بنعوض عنها والتي اي والتي اي داش بنعوض عنها، تي اي بتساوي بي ضرب اكس، تمام مظبوط، بي اكس ضرب اي زائد ثان بي اكس داش ضرب اي، بفك المعادله بناء على ايش؟ دي برجان وغيره، وجمع بصير ضرب وضرب بصير جمع، بيطلع عندنا المعادله هيك، تمام. فكوها وحللوها ورجعوها كمان مره، بيطلع المعادله عندنا ايش؟ هيك اي بي داش زائد اي اكس داش زائد اي داش بي اكس، تمام. اوكي نيجي على المعادله بي، هاي اللي هي الثانية هان، شايفينها؟ هاي عندنا هان تي محلاها، شايفينها؟ بي وهان عندنا اي، البي اوف تي زائد واحد الاكس ستيت تبعت البي، نفس المعادلة تبعت ايش؟ معادلة مين؟ معادلة اللي ايش؟ تبعت الفليب فلوب اللي هو ايش؟ تي فليب فلوب، تمام؟ فنلاقي عندنا بي تي بي ضرب كيو بي داش زائد تي داش بي كيو بي، وتساوي هان زي ما ملاحظين مرة تي هان داشت ومرة مش داشت، مضبوطة؟ هي هان داشت هان مش داشت، والكيو مرة داشت ومرة مش داشت. بيطلع شو عندنا بنعوضها؟ بيطلع تي اكس اور بي، لانه هان البي هي عباره عن كيو بي، تمام. بيطلع اكس عفوا بيطلع هان تي بي اللي هي عندنا شو؟ طبعا تي بي اللي هي الاكس اكس اكس اور بي، تمام. هي بيطلع تي اكس اور كيو بي واللي هي عوضنا عنها مباشره ايش؟ اكس اكس اور بي، تمام. هيك المعادلات عندنا جاهزه. نجي نكمل حلنا، بدنا التيبل بريزنت ستيت نكست ستيت فليب فلوب انبوت اوت بوت، هذا اي بي يعني انبوت، وهون او بي يعني اوت بوت. عندنا في الحاله هذه صار عندنا كمان ايش؟ اوت بوت، زي اول مثال عندنا اكس وعندنا ايش؟ واي، تمام. عندنا بريزنت ستيت نكست ستيت، بنعوض مباشره بناء على القوانين هذه، عندنا التي اي والتي بي، هي هاي عندنا التي اي وعندنا هذا التي بي، مضبوط. التي اي ايش بتساوي؟ بي اكس، هاي بي اكس يعني صفر، تمام. والتي بي بتساوي اكس يعني صفر، تمام. نيجي على المثال نعوضنا، هنلاقي عندنا الاي بريكس ستيت او في المعادله هذه، والبي اوف تي ايش اسمه بالمعادله هذه، حيطلع الجواب عندنا في الحاله هذه اصفار كمان. وبناء على ذلك بنطلع قيمه ايش؟ الواي اللي هي الواي بتساوي اي ضرب بي، صفر ضرب صفر، وبيطلع الجواب صفر، تمام. هذا في الاخر كان حيطلع في الاخر، بس بغض النظر هنلاقي عندنا صفر صفر وصفر، وعندنا اللي بتساوي واحد. هنلاقي التي بي اللي هذه بتساوي اكس، يعني صارت صفر، صارت عفوا بتساوي واحد زي ايش؟ الانبوت، لان هاي تي بي بتساوي اكس. والتي اي بتساوي صفر لانه عندنا ايش؟ البي اكس، وعندنا هان اي اللي بي بتساوي صفر ضرب واحد بيطلع الجواب صفر.
الاوتبوت الاي والبي حسب التعويض المعادلات اللي هان حيطلع لنا الجواب شو 0 و1. نكمل نفس الموضوع نفس العنوان لاخر الايش لاخر الجدول، حيطلع نعوض ارقام في المعادلات حيطلع لنا القيم كلها زي ما احنا هنشوفها لقيت، ويرجى المتابعه والحل والايش في البيت عشان نفهم المثال كويس، لانه اذا ما جاش هذا بيجي هداك وهذا لازم نفهم ونفهم هداك. تمام الجي كي تي لازم ستيت دياجرام وحل المساله واستنباط المعادلات وتحديد الدائره. تمام تمام. والمهم مفروض كمان بس بعد نستنتج ستيت دياجرام ونخلصه نكمل مفروض لاخر الشابتر وناخذ كافيه تبسيط الدائره عن طريق تبسيط الستيت دياجرام، ولكن الحمد لله رب العالمين الفصل انتهى ولن نستطيع نكمل هذه المرحله القادمه، لكن ان شاء الله هذا النشاط والمجهود الشخصي تبعكم بتكملوه لحالكم مستقبلا، ولكن احنا مضطرين نقف الان عند هذه اللحظه وعند هذه المرحله في الماده يعني. تمام اوكي نكمل هان الحلول بيطلع الجواب كذا زي ما هو عوضنا. تمام كل بالمعادله بعوض مباشره بيطلع جواب. طبعا زي ما احنا عارفين الواي هان بتساوي ايش، زي ما احنا عارفين الواي بتساوي اي ضرب بي، دائما اضرب اي بي بيطلع صفر صفر صفر، هيطلع هان صفر 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 صفر، وكان مره هان صفر وهان بيطلع على واحد ضرب واحد اللي هي واي بي اي بضرب بي بيطلع على واحد. طب المهم واحد واحد وعندنا هان ايش صفر ضرب صفر بتساوي ايش؟ واحد. الاشكالية هذه هان في خطأ في الحل، هان بيكون واحد وهان صفر صفر بيطلع الجواب عندنا واحد. تمام يبدو اننا سنخطئ هنا، هذه المفروض تكون واحد لان واحد ضرب واحد هسه المعادلة. تمام واحد ضرب واحد بتساوي واحد، نمحي ونمحي ونظبط الحل على السريع بس عشان هان القلم ونجيبه باللون الاخضر ونكتب هان ايش واحد وهان هان صفر. تمام ونيجي هان ونكتب باللون الاحمر، هذا غلط وهذا غلط. تمام اوكي لانه هان واحد ضرب واحد بيساوي واحد وواحد ضرب واحد بيساوي واحد. تمام وصفر ضرب صفر بيطلع الجواب صفر لانه هان ايش الواي بتساوي اي ضرب بي هي الاوتبوت. تمام نيجي على الستيت دياجرام اللي بعديه حلقي معوضي عندنا صفر صفر و صفر واحد، طبعا شايفين صفر صفر حتيجي عندنا ايوه وعندنا هان الاوتبوت ايش هو ايش صفر صفر، حماتك من صفر صفر لما كنا عندنا ايش صفر والاوتبوت عندنا في الحاله هذه كمان ايش صفر. تمام لما كان عندنا واحد الانبوت كان الاوتبوت بتساوي ايش صفر، فاعطينا انبوت واحد والاوتبوت صفر ووداع على صفر واحد. تمام ودينا على صفر واحد. تمام نيجي على الحاله الثانيه صفر واحد الانبوت عندنا صفر والاوتبوت صفر ودينا على صفر واحد كمان مره رجوع محلك سر. تمام انبوت اوتبوت صفر صفر رجع محل ما كنا، ولما كان عندنا الانبوت بيساوي واحد ايش ودانا؟ ودانا على الواحد صفر الحالة الثانية والاوتبوت كان صفر. تمام؟ هاي الانبوت واحد والاوتبوت صفر ودانا حالة الواحد صفر 100% وصفر صفر 100%. اوكي. نيجي عندنا هاي الواحد واحد تمام تمام. اوكي عندنا الانبوت واحد والاوتبوت صفر. نيجي هنا اللي هي كان عندنا واحد صفر وعندنا هان ايش؟ الانبوت بتساوي صفر. كانت هذا الانبوت بتساوي واحد عفوا. والاوتبوت بتساوي ايش؟ بس هذا في غلط بالبال، هاي الغلط راح تتكرر، هذه المفروض تكون عند جواب هان في الحاله هذه الاوتبوت بتساوي ايش؟ واحد. وهان هاي المفروض تكون جواب واحد مظبوط. وعندنا هذا المثال اللي هو هذا ايش؟ وصلنا عند الواحد واحد سوري، الواحد واحد دخلنا عليها انبوت صفر، بيطلع الجواب عندنا ايش؟ اوتبوت بتساوي واحد، والايش؟ ورجعنا كمان مره على الحاله نفسها هي واحد واحد، هي هاي الحاله. الحالة الأخيرة اللي هي واحد واحد عندنا الانبوت بتساوي واحد ودانا على الصفر صفر مظبوط، وكان عندنا الصفر هذا غلط، هذا المفروض يكون هان صفر، فهذا يكون الاوتبوت صفر هان كمان. تمام يعني عشان بس ما في الشرح مش هاي الانيميشن بسرعة لقيت مسجل المحاضرة، بس على العموم انتبهوا انه هان في خطأ يعني مفروض لو غيرنا بالقلم نطلع هان الجواب عندنا هان شو قلنا صفر، وعندنا الحالة هذه اللي هو من واحد واحد ودي على الصفر صفر حيكون عندنا نتج عندنا هان، هذا مظبوط. هذه
هذا اللي هو واحد واحد الاوتبوت، الانبوت بيساوي واحد، طلع عندنا ناتج عندنا ايش؟ واحد واحد، مظبوط. المشكلة وين كانت؟ عندي هذا اللي هو واحد واحد، ودانا اخذ صفر ودانا واحد، لا بيطلع الجواب صفر، هذا الجواب صفر يكون. جواب صفر. اوكي. الحالة الثانية وين كانت؟ اللي هي عندنا هان A و B، A B اللي هي واحد بيطلع هان، اللي هي الحالة هذه اللي عندي ايش؟ الواحد صفر، ولما اخذ الانبوت بتساوي واحد مفروض انه الانبوت ياخذ صفر واحد ويودينا على الايش؟ على الواحد واحد، وياخذ الناتج ايش؟ ايش؟ او انا اكون غلطت خليت كم مرة نعيد المثال كما استعجلت شوية في الشرح. اللي واي بتساوي اي بي، وبالتالي ها في الحالة هذه ايوه هنا واحد، هنا واحد، هنا واحد واحد، اي بي بتساوي واحد صفر بيطلع الجواب صفر، مظبوط الحل مظبوط. وهان واحد واحد بيطلع الجواب واحد واحد بيطلع الجواب واحد، مظبوط. لا مظبوط، انا الحل المثال مظبوط، مش الحل المثال مظبوط، مش انا استعجلت في الحل بس. تمام. فعندنا واحد اي بي، اي بي بتساوي ايش؟ واحد وضرب واحد بيطلع واحد، ويضرب بي واحد ضرب واحد بيساوي واحد. تمام، هذه هي. تمام اوكي. فكله بيطلع لنا الجواب، كل الاوتبوت عندنا صفر الا في حالتين هذول، لما بكون عندنا ايش؟ الانبوت اي واحد وواحد وواحد وواحد. تمام، عند الواحد اي. تمام اوكي. فيطلع عندنا في الحالتين هان صفر، سواء كان الانبوت صفر كان واحد بيطلع الجواب عندنا اوتبوت واحد، وبالتالي بالحاله الثانيه برضه بيطلع لنا الجواب واحد. تمام، هان صفر واحد صفر واحد واحد 100%. لا مضبوط هيك الجواب، مضبوط. اوكي، يعني في الحالتين هذول فقط، الحالتين هذول فقط اللي هو عندنا الانبوت ماله، الانبوت بيساوي على الاي والبي حسب المعادله قبل. طبعا المعادله اللي هي اي بيساوي اي ضرب بي، بيطلع لنا لما يكون عندنا الانبوت واحد واحد حيطلع جواب عندنا واحد. تمام، هاي واحد واحد، وعندنا واحد واحد 100%. خلص 100% الحل. كملنا الستيت دياجرام بناء على ذلك. اوكي، الاوتبوت واحد، والاوتبوت واحد لما مهما كان الحال، لانه عندنا في الاي بي واحد واحد. تمام اوكي، الحل مظبوط. انا لكم جواب حل، استعجال مضر جدا في المواضيع زي هذه. اوكي، فهمنا الستيت دياجرام كيف استنتجناه. في التأني السلام وفي العجل الندامة دام. انتبهوا. فنيجي هذا على ميلي موديل. هذا اخر ملاحظه، شيء بسيط، ان هو عندنا في اثنين موديل، موديلين للستيت دياجرام بسموهم ميلي اند مور مودلز. الميلي موديل ان الاوتبوت هام بقول لك ايش معنى الاوتبوت؟ بكون متعلق فقط ديبندز اون وات، ديبندز بس فانكشنز كامين كمن في حال، بكون فانكشن من حالتين، البريزنت ستيت والانبوتس. تمام، زي ما هو في المثال الجاي في ال 25 اي 5 2 21 اي عفوا. فهذا اوتبوت ميت تشينج اف ذا انبوت تشينجز ديورينج ذا كلوك بلس بيريد، يعني الاوتبوت ممكن يتغير حتى في حاله انه في عندنا ايش؟ في تغير في حاله البلس بيريود تبعت ايش؟ تبعت الكلوك سيجنال تبعتنا اللي هي تم تريجرنج للفليب فلوب. فهذا اوتبوت مي هاف مومنتري، يعني في لحظيا يعني يكون عنده ايش؟ خطا في خطا، قيمه خطا بسبب انه ايش؟ عندنا في عمليه تغير في القيمه الانبوت بدون ما يكون في عملية تغير في الكلوك سايكل. لكن إذا كان عملنا سينكرونايزيشن للإدخال مع موضوع مع إدخال مع الكلوك سايكل تبعتنا، ها إن أنليس إنبوت آر سينكرونايز مع الكلوك، بكونش في خطأ. بس في الحالة إنه يكون في الأوتبوت له علاقة مش فقط في البريزنت ستيت، وإنما له علاقة أيضا في الإنبوت، قد يحدث تغير على الاوتبوت بطريقه الخطا اذا كان فيش عمليه ضبط زمني لكيفيه تنظيم عمل الاوتبوت بناء على تنظيم زمني معين بسبب عن طريق الكلوك هذه تبعتنا. تمام، فمن عيوب اللي هو ميلي مور انه قد تحدث اخطاء مؤقته اذا كان فيش عمليه ضبط زمني
أو مزامنة بين عمليتي الإخراج والإدخال بشكل صحيح عشان ما يصيرش عملية تغيير في القيمة قبل ما يكون في إيش في تغير حقيقي في قيمة إيش في قيمة الـ current state، يعني في حالة بتكون في حالة من الضياع بسبب اللي فيش إذا كان فيش مزامنة. المزامنة بتحل المشكلة هذه. المور موديل بس بتعلق الأوتبوت فقط من إين؟ فقط من الإيش برنز ستيت، يعني الحالة الحالية فقط تؤثر في الإيش في الأوتبوت، بتأثرش في الإيش في الإنبوت. والحالة هذه بسموها المور موديل، والها نقولها بسموها الميلي موديل. نفهم الموديلين، عرفت تعرف عليهم الفروق بينهم عشان نطلع أن مش منيح الواحد يكون خلص كمبيوتر لوجيك ديزاين ومش عارف إيش فرق بين الميلي والمود والمور موديل في إيش في تصميم الدوائر المتكاملة، تمام؟ فالاوتبوتس ار سينكرونس وذ فلوكس، يعني ها في الحاله هذه الاوتبوت بكون دائما عمله سينكرونايزد مع الساعه، بيطلعش غير لما يتغير الحاله اللي قبله، تمام؟ بغير الحاله اللي قبله بناء على تغيير الحاله اللي قبله بغير الاوتبوت كمان مره، مش بتغير بقى. تمام؟ اما في الحاله الثانيه لو كان فيش سينكرونايزيشن ممكن الانبوت يغير الاوتبوت اوتوماتيك بغير ما تكون الحاله الاولانيه متغيره كمان، فبصير في خطا في في السيكونس. تمام؟ التوضيح المساله هي كالتالي، عند الميلي ماشين هاي الميلي ماشين وهاي توضيحها بشكل دياجرام بلوك دياجرام، هاي ايش المور ماشين زي ما شايفين عندنا الانبوت جاي هان عدل على مين على الاوتبوت وبأثر فيه عدل، فيش قدام اذا فيش ضبط سينكرونايزيشن للموضوع بصير في عندنا مشكله وبصير الاوتبوت يأثر في الانبوت بأثر في الاوتبوت عدل بدون ما يكون في مر على حاله الكرنت ستيت يتغير فيها ايش البريزنت ستيت، تمام؟ حتى وان كان في عمليه ايش مزامنه للستيت ريجستر تبعت الجسم ولكن الانبوت ما عندوش خبر. عاد المور ايش عمل؟ عمل انه ايش الانبوت بس بمر عن طريق الستيت نكست ستيت الستيت ديجرام في الاول والاوتبوت بتاثر فقط في مين؟ في الستيت ريجستر الحالي، ايش الحاله الحاليه فيها مسجل فيها بتاثر على الاوتبوت. طبعا الحاله الحاليه بتاثر بالنكست ستيت كومبنيشن لوجيك اللي جاي بتاثر في مين؟ في المدخل في الانبوت تبعته، تمام؟ وكله سينكرونايز بالكلوك وبالتالي بيكون انا في دقه اكثر في اداء ايش الكومبنيشن سيركت لوجيك عن طريق اللي اعطاها لما تستخدم المور ايش موديل في للاجهزه او السيركتس هذه، تمام؟ اوكي. فبتاثر دقه بسبب المزامنه المستمره، المزامنه حلت المشكله وهان فيش مزامنه في مشكله صار في نقطه تحدث خطا ايش خطا لحظي. المثال توضيح اخر سلايد عندنا هيجي في المحاضره هذه هي على الميله اللي هي مش اللي هي هاي الميلي وهي عندنا المور. هاي الميلي كيف شكله؟ شايفين هان عندنا الانبوت اللي عندنا الانبوت وعندنا هان ايش الواي. لو قلنا for the same state the output changes with the input، هان الانبوت بنغيره بتغير فيه كمان ايش الاوتبوت، تمام؟ لكن لما نيجي على الايش على المور هاي for the same state the output does not change with the input، عمليا هاي عندنا الانبوت عندنا ايش صفر يعني اتغير الحاله هذه، تمام؟ تغيرت ايش؟ الاكس الانبوت صار صفر وصار واحد، لكن الاوتبوت بقي كما هو لم يتغير في حالتين. عندنا هان عندنا صفر واحد كمان مره، لكن الاوتبوت بقي كما هو، لكن في الحاله الاولى زي ما شايفين هان حنلاقي انه الاوتبوت قد يتغير بتغير الانبوت، فعندنا هان صار الاوتبوت بقى صار مره صفر ومره واحد. وبالتالي ايش بالتالي هان الاوتبوت عندنا الواي تغير برضه صار مره واحد ومره صفر، مش زي هان ثابت على الصفر دائما لانه بتاثر فقط في الانبوت اي وبي، ما تاثر هان بتاثر بس في الانبوت اي وبي فما تغيرش لانه ما تغيروش صفر واحد صفر واحد اعطى نفس الاوتبوت، لكن عندنا صفر واحد صفر واحد اعطانا اوتبوتين مختلفين، ليش التغيير تاثر على الجاي؟ بسبب انه الانبوت تغير، الانبوت اسرع اوتبوت فتغيرت الحاله من واحد لصفر. نفس القصة في الحالتين اللي بعديها اللي هي عندنا 1 0 1 0، لكن الانبوت بتغير مرة صفر ومرة واحد فتغير الاوتبوت مرة واحد ومرة صفر، في حين وهان ضلوا عندنا مثبت على الصفر لأنه ما تغيرش عندنا الانبوت عفوا البريزنت ستيت ما تغيرش البريزنت ستيت ما تغيرتش، فلما يتغير ايش الاوتبوت لا وين كان الانبوت قد تغير، تمام؟ فهي الفرق كم مرة في المثال الأخير حلاقي برضه الاوتبوت هو واحد ما تغيرش في حين تغير هان لانه لم يتاثر
الاوتبوت في الانبوت رغم تغيره لانه لا يتاثر الاوتبوت الا فقط بالبريزنت ستيت، لكن في الحاله الاولى اللي ميله بتاثر مره بعطينا مره واحد ومره صفر لانه تغير عندنا الانبوت مره من صفر الى واحد رغم وهذا ولانه متعلق فيه، وهذا كلام ايش من عيوب الميله اللي هو لو ما فيش سنكرونايزيشن للمزامنه العمليات هيؤدي الى ذلك الى حدوث خطا مؤقت. بالنسبه لنا المحاضره هذه يعني كمثال بس ستيت ديجرام على الموضوع هذا، ستيت يعني اوتبوت تمام، مو ستيت ديجرام بتعلق فقط في ايش في الستيت، عندنا الستيت والاوتبوت فقط، عندنا هاي الستيت يعني قصده وهذا هو ايش الاوتبوت، هاي ستيت وهاي الاوتبوت، فهان الستيت ديجرام تبع المور بالطريقه هذه بنعمل، مش الميل يكون احط جوا في قلب المربع شو فقط الستيت، هم نحط الستيت والاوتبوت لانه بتغير الستيت والاوتبوت مباشره مع مين؟ بتغير مباشره من ايش عفوا الاوتبوت بتاثر فقط مين في الستيت فبتغير معاه، فحطيناه جوا في قلبه في قلب قلب الستيت زي معاه جوا، فانا 0 0 شحطه 0 اوتبوت تمام. في مثال من التيبل تاع قبل شويه، المثال اللي عملناه اللي بيناه هذا هو المور، هذا لو طبقنا الجدول هذا اخذنا التيبل هنلاقيه هو موجود هنا تمام، 0 0 هان مع الواحد ينتقل الحال بعديها وكذا تمام. فبعطينا كيف نعمل شكل الستيت ديجرام تبع المور، عندنا الستيت سلاش اوتبوت وعندنا 0 0 و 0 مع ال 0 بيرجع مطرحه ومع الواحد بيروح على 0 1 تمام، وبكون الاوتبوت في الحاله هذه 0، بعدين مع ال 0 بيرجع مطرحه بضل الاوتبوت 0، مع الواحد بيطلع المرحله القادمه 1 0 ستيت ثاني وبكون الاوتبوت عندنا 0 والواحد صفر مع الصفر حيرجع مطرحه ويضل الاوتبوت صفر، لكن تمام والواحد هان ايش حينقلوا على الواحد واحد ويكون الاوتبوت عندنا واحد. زي ما انتم ملاحظين انه في الحاله هذه ندخل كم مره الاوتبوت مرتبط مباشره بمين؟ بالستيت، مرتبط ايش؟ في الستيت. لاحظوا بالاول الستيت تعطي اكثر من اوتبوت حسب الانبوت تمام، فاول في لما نحط شحطه وهان مره صفر ومره نحط شحطه ايش وهان نقول واحد، لانه هذا بودينا مثلا ايش هان الحاله هذا ادانا اوتبوت صفر مع الانبوت هذا ومع الانبوت هذا اعطانا واحد، بيختلف في ميله، لكن مور ثبتنا الاوتبوت في داخل الستيت انه بتغيرش الا من الستيت تمام. هكذا فكره شكل الدياجرام في الستيت دياجرام تبع المور ايوه بيختلف عن الميله تمام. ارجو ان تكون الفكره وضحت والهدف من الرسمه الاخيره والامور ان شاء الله كانت اصبحت يعني مفهومه، وهذا بالنسبه لمحاضره اليوم ان شاء الله، وبارك الله فيكم ويعطيكم الف عافيه. هيك بصير ستيت ريدكشن نمبر اوف فليب يعني من وسط الفليب فلوبس والدائره باستخدام تبسيط الدياجرامات، وهذا الكلام المفروض وصلنا له ونعملناه، بس الحمد لله رب العالمين بسبب انتهاء الفصل بشكل عاجل نقف عند هذه المرحله، وان شاء الله حيجيكم لاخر اسايمنت تحلوه على المواضيع هذه، تدريب مهم جدا تحلوه تفهموا كويس، وبارك الله فيكم وان شاء الله بالتوفيق للجميع، ويعطيكم الف عافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم بصحه وعافيه واللقاء.